الجو ده عايز بقى ايه؟ حاجات سخنة، حاجات سبايسي، شطة وحاجات من دي عشان ندفي نفسنا. عارف انا هنعمل ايه؟ هروح مطعم هنا مشهور باكل السبايس والحراق بقى ونشوف. انا عارف ان احنا هنتعب بعدها بس عشان ندفي نفسنا كده ونحس بدفى. سوف نلقاكم في المطعم. क्या रे भाई, ايه؟ حلو بس حلاق. ايه؟ هوت هوت. طب طب ايه الحلاوه دي يا اسطى؟ قول لي رايك في الاكل بقى. حلو بس سبايسي. حلو بس سبايسي. طيب قصير جدا بس حاجه على السريع كده تعجبكم. المطعم اللي احنا اكلنا فيه ده اسمه موموز بوينت، اشهر مطعم فينا في علي جار بيعمل اللي هو فاست فود، الموموز، التشيكن تشومان، تيكا ملاي، كل انواع اللي هو فاست فود بيعملها هناك. ده اشهر مطعم موجود في علي جار. اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله في الايام الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير. واهم حاجه ما تنسوش اللي هو الناكل هناك ده، انك عارفينه، اللايك والشير والسبسكرايب، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. احلى سلام على احلى ناس.